بما اننا بنتكلم عن هذه الانجازات وهذه البطولات، خلينا نطلع نشوف راي حضراتكم في هذه الانجازات والبطولات اللي مرت على سنه تاريخيه في النادي الاهلي. بالنادي دوت وتستحقوا الشكر دايما، ونقول لكم دايما من نجاح لنجاح ومن فوز لفوز. ما شاء الله ما شاء الله على اللاعبين، سواء كره قدم سواء كره باسكت سواء كره يد السباحة، يعني ما شاء الله عليهم اللي حققوه في الموسم ده، الله أكبر عليهم. احنا نحب طبعا نشكرهم، ودايما هم في تفوق، وده مش جديد عليهم، دايما مشرفيننا. احنا عايزين نشكرهم، وموسم هايل بصراحة، ويرد على طول، وبقى ايه انه ما يريحوش، يعني ان هو يكملوا على الطريقة دي، لان هو النادي الاهلي نادي بطولات. يعني في فريق كرة القدم تقريبا خد كل حاجة، ما فيش بطوله ما خدهاش. لعيبه كان مستوى السنه دي رائع جدا، رائع برضه. الموسم دوت توج بكل البطولات او بمعظم البطولات، وده العهد اللي احنا منتظرينه من ابطال الصالات، واتمنى المزيد من النجاحات ان شاء الله. نوجه شكر لجميع لعيبه النادي الاهلي، ده سواء في فريق كره القدم او في الرياضات المختلفه، اللي بصراحه شرفونا السيزون ده بالذات، سبيشالي بتوع الكوره، فريق الكوره، الخمس بطولات اللي حققناهم الحمد لله. مزيد بقى من التفوق احنا عايزين كده على طول، ده النادي الاهلي وده اللي محتاجينه وتوقعاتنا دايما. يعني بشكرهم طبعا كلهم على انجازاتهم اللي عملوها، وهم فعلا موفقين جدا، ومزيد ان شاء الله من التفوق ومن الانجازات ومن البطولات. في منتهى السعاده بالعاب الصالات ورجال العاب الصالات وكابتن محمود الخطيب والمدربين اللي جابهم لالعاب الصالات، من احسن المدربين اللي في العالم برضه، وده بالنتائج مش كلام. والله لو رساله هنوجهها للمجلس، هي دايما هتبقى رساله شكر. مجلس مجتهد مجتهد، قياده محترمه، فكر راقي، انجازات كتيره جدا جدا على المستوى او على القطاع المحلي والعربي والافريقي، بل بالعكس احنا داخلين في العالميه في حاجات كتير قوي. والله احنا بنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وكل الاجهزه الفنيه في الالعاب كلها، سواء كره القدم، العاب الصالات، كوره، طايره، سله، يد، كان مجهود كبير، واللعيبه كلها تعبت في كل الالعاب خصوصا الكوره. الكلام على الصالات طفره كبيره جدا بعد فتره ركود ونجاح، وده برضو يحسب بالحياه للكابتن خالد العوضي، نعمل تعويضات بلعيبه ولاعبات مهمين جدا. الكرة طبعا لا حدث ولا حرج. يعني بحب اقول لهم شكرا عشان المجهود اللي هم عملوه والبطولات الكتير اللي هم جابوها لنا. ده عهدنا دايما بالنادي الاهلي، نادي كبير ما شاء الله، اداره قويه، اداره منظمه، فعاليات عاليه جدا، دايما بيهتم باعضائه وبجماهيره، وان شاء الله مزيد من النجاح باذن الله للنادي والانتصارات.